وإذا نشوف يعني عندنا فيديو ممكن نشوفه اللي هو لتحدث الملك فيصل، فيصل الأول شلون كان يتحدث اللغة الإنجليزية وعبي في إحدى زياراته لبريطانيا. شوفوا هذا الفيديو. The famous renown on which the Prince of Wales made his world tour receives another royal visitor today. Greeted by the Iraqi national anthem, King Faisal steps aboard the acting flagship of the... I am very pleased with which I seen today, and I wish the Nehru good luck. بعد هذا قلت لك من صار الانقلاب، انقلاب عبد الكريم قاسم على الملكية، وكان يتكلم يعني لغة إنجليزية بسيطة. ممكن نشوف هذا المقطع. We want to use our wealth to raise the standard of living of the people. فبقى الارتباط، بقى الارتباط ببريطانيا نوعا ما إلى حد مثلا يعني الاقتصادي التجاري قلت لك، خاصة وبالنسبة للنفط ما نفط هالأمور هذه. بعد هذا أيضا قلت لك بهالأثناء هذه اللغة الإنجليزية بدأت يعني خلينا نقول تسيطر وتتعزز نتيجة القوة العظمى لبريطانيا. بعدها تم انتقال يعني عملية وكأنما عملية شبه لك انتقال من دولة إلى دولة. أمريكا من برزت وانتصرت بالحرب العالمية الثانية اللي كانت نهايتها 1945، برزت الولايات المتحدة أمريكا كقوة يعني هائلة بالعالم، كانت تنافس مع الاتحاد السوفيتي، فأيضا كانت لغتها الإنجليزية، فانتقلت اللغة الإنجليزية من قوة عظمى إلى شنو؟ إلى قوة عظمى أيضا صاعدة وكل قوتها يعني. وبالإضافة إلى هاي يعني الولايات المتحدة عندها يعني أيضا عندها الإعلام، عندها الاقتصاد، عندها خاصة مجال الإعلام، الأفلام والمسلسلات، هذا الانتشار. وأيضا تمتعت اللغة الإنجليزية بسمة أنه هي كانت سهلة من حيث التعلم، يعني إذا تقارنها بلغات أخرى الإنجليزية هي أسهل من الفرنسية، أسهل من الألمانية، أسهل من كثير من اللغات يعني. فبسهولة ممكن يعني انت اذا تضبط نفسك عليها ممكن تتعلمهم، مفيد مشكلة يعني، لكن طلبتنا يعانون بهذا الجانب. على كل فالولايات المتحدة فبقت الانجليزية بما انه قلت لك انتقلت من قوة عظمى الى قوة عظمى اخرى. اللي صار انه تعززت الانجليزية بالمناهج الدراسية، بالتعاملات الخارجية مثلا بين الدول، مثلا الاقتصاد، السياسة، الإعلام والمجالات الأخرى يعني. فهذا أعطى ميزة أخرى، ومنذ منها العراق طبعا اللي هو كان مثلا جاي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، الملكية بعدين الجمهورية وغير ذلك. طبعا من إجا حزب البعث وراها، من إجا حزب البعث أيضا صار تقارب ما بينه وبين روسيا، لكن هذا التقارب بين حزب البعث وما بين روسيا يعني ما أثر على اللغة الإنجليزية وهيمنتها على المناهج والتعاملات اللي يعني انتهجها العراق واللي ورثها نتيجة مثلا قلت لك بريطانيا وكذا، هذه دخولها وهذه. فمو بس يعني خلينا نقول النهج اللي انتهجته الدولة في جعل الإنجليزية لغة مهمة ويعني بالمناهج الدراسية، لا، هي اللغة الإنجليزية قلت لك من انتقلت من قوة إلى قوة هي فرضت هيمنتها بعد. فرغم التقارب العراقي الروسي ما أثر على يعني اللغة الإنجليزية. في أثناء الحرب من دلعة الحرب العراقية الإيرانية طبعا برزت أهمية اللغة الفارسية بسبب الحرب، بسبب وجود يعني مثلا أسرى عند الجانبين، تعاملات معينة مثلا تصير الحرب تفرض، فأنت تحتاج يعني تحتاج اللغة الفارسية، لكن قلت لك ما أثرت على هيمنة اللغة الإنجليزية. بانتظاركم سيدي، مع السلامة.
بعثونا على المترجم؟ لا داعي للمترجم، أنا أتكلم العربية. جيد، هذا يوفر لنا الكثير من الدقة في فهم الحقيقة. انتهت الحرب العراقية الإيرانية وعندك دخول العراق للكويت. طبعا هذا أيضا جعل نوع من الاصطدام مع الولايات المتحدة، فهذا الاصطدام بحد نفسه يعني عزز أيضا من اللغة الإنجليزية، وخاصة شفناها بالمقابلات اللي كانت تصير مع الرئيس السابق صدام، في اللي كانوا يزوروا من بعثات أجنبية وخاصة البريطانية والأمريكية، نشوف حركة الترجمة اللي صارت مثلا والمقابلات اللي صارت، هاي كلها ممكن تعزز كدروس لتقوية يعني لغة الفرد، ممكن استفاد منها. أنا برأيي أنت ممكن تطلع على هذه المقابلات وتشوفها كتستفاد يعني تقدر تستفيد مجال الترجمة. To ask you, Mr. President. وأود أن أسألكم سيادة الرئيس. This last weekend I interviewed your friend Hosni Mubarak. أنا في الأسبوع الماضي أجريت مقابلة مع زميلكم حسني مبارك. صديقكم. صديقكم حسني. كان صديقنا. كان صديقنا. He used to be a friend. He says he's still a friend. يقول إنه لا زال صديق. بالنسبة لي لم يعد صديق. بالنسبة لي لم يعد صديق. Not for me. أيضا بعدها في فترة التسعينات شوي العراق، مو شوي، هو العراق صار منغلق أمام العالم كله، فما أثرت يعني العفو، بقت الإنجليزية بالمناهج، بقت كذا هذه، لكن كانفتاح كاحتكاك ثقافي واقتصادي مع العالم هذا توقف، بقت فقط عبارة عن موجودة الإنجليزية بالمناهج الدراسية، الإعلام، الأفلام الأمريكية، الأفلام الأجنبية والمسلسلات، هذا الاطلاع البسيط اللي كان موجود. بعد شوف بعثات مثلا أكو زارت العراق بعثات الأمم المتحدة، هذه كانت تتطلب تواجد ناس يجيدون الإنجليزية من وزراء، من مترجمين، من مسؤولين بالدولة العراقية، وشفناها يعني في مقابلات كثيرة. To go to the Security Council now and report to them what you call the truth. I have my reasons, good reasons for that. Can I now resume? Yes, please. Thank you. You are not ready. As your integrity as the Commission is not being given a document which was found during an inspection a week or so ago at the headquarters of the Iraqi Air Force. And that's contrary to the law. I would in fact be grateful to receive that document or an authentic copy of it tonight. My answer is no. All the issues in that document relate to the activities of the Iraqi Air Force in the Iraq-Iran war period. So it is none of your business. عندك بعد طبعا نتيجة أحداث 11 سبتمبر واللي صار وشنت الولايات المتحدة الهجوم على أفغانستان وتنظيم القاعدة وغيرها، بعدين بدت بغزو العراق والأحداث اللي سبقت غزو العراق، اللقاءات والتصعيد الإعلامي وغيره، طبعا الإنجليزية أيضا كان لها نصيب الأسد، لأنه لغة الولايات المتحدة هي الإنجليزية مثل ما قلت لك، والعراق متبني الإنجليزية هي لغة للتواصل مع الغرب، فشفناها نتيجة اللقاءات الصحفية والإعلام اللي صار هم من كل الجهات بكل وسيلة ممكنة. So the fighters, our courageous fighters, are following them, chasing them from every direction. هذا القرار اختبر. Decision has been tested لمدة اليوم والنصف الماضية. For the day and a half past. وأعطيكم ماذا أوقع المقاتلون بهؤلاء الأوغاد، بهؤلاء العلوج. Let me give you the results of this conduct. هو that they have suffered. اليوم، يوم وبضع ساعات إضافة على يوم. This is the outcome of a whole day plus a few hours. دمرنا لهم 13 دبابة. We have destroyed 13 tanks. وثمانية ناقلات أفراد
مجنزرة and eight أو مدولبة هاي ال eight نعم ABC إيه ABC يا وست مدرعات six armored vehicles وحطمنا أسقطنا أربع طائرات أباتشي. بعد دخول الولايات المتحدة واحتلالها العراق طبعا اعتياد الاحتكاك صار بشكل مباشر نتيجة دخول قوات أمريكية نتيجة العراق الجديد اللي كان يحتاج مدربين أجانب طبعا اللي هم كانوا حسب علمي طبعا بريطانيين وأمريكان وحتى أستراليين يعني فهذولا كانت لغتهم الإنجليزية تدريب الجيش عندك نوع من الإعمار صار طبعا هذا يتطلب شركات أجنبية أيضا كانوا مقاولين وناس متعاملين مع الجيش الأمريكي والاحتلال اللي صار من ضمنهم المترجمين العراقيين والعرب وغيرهم اللغة الأساسية اللي كانوا يتعاملون بها الأمريكان مع الشعب والشعب العراقي المجتمع هي اللغة الإنجليزية فهنا برزت الإنجليزية كثقل وأهمية للتعلم وبعد رحيل القوات الأمريكية طبعاً بقت الإنجليزية محافظة على مستواها ولا زالت يعني موجودة بحيث يعني امتحان الآيلتس امتحان التوفل موجود هذا طبعاً ومهم على مستوى العالم من أجل الشخص اللي يحب يقدم للدراسة في خارج العراق طبعاً شفنا قسم كبير من رؤساء الوزراء العراقيين يتحدثون العفو قسم يعني عدد من رؤساء الوزراء العراقيين من ضمنهم عياد علاوي من ضمنهم جعفري العبادي طبعا هذول كانوا يتكلمون اللغه الانجليزيه لانهم اصلا كانوا عايشين خارج العراق My honor to come to Congress and to thank this nation and this people for making our cause, our struggle, your struggle. Before I turn to my government's plan for Iraq, I have three important messages for you today. First, we are succeeding in Iraq. Many Iraqis might have for you is how are you going to stop the violence in Iraq, the bombings, the shooting? We have to deal with the causes, not symptomatic treatment. We have to deal with the causes behind this phenomena, an abnormal and exceptional phenomena. We have to deal with, for example, unemployment. You have to deal with education. We have to deal with the borders. So you see a long-term program to try and stop it. Are you going to take any fast measures to try and make things safer for people on the street? Yes, I think we have to deal with the virus from two angles. The urgent now and at the same time strategic way. You're going to be meeting with President Obama one-on-one. What will you tell him? Well, I think we need concrete support. I mean, although the United States has supported us all along, they stood with Iraq. But we need more concrete support on the ground. Do you mean ground forces? No, I mean air cover. On the ground, I have to see that effect on the ground.